عليكم متتبعي قناة أم سارة للطبخ ومشاهدي هذا الفيديو. نتمنى تلقاكم هذا الفيديو بالصحة والهنا والبركة والخير. دونك جيتكم اليوم بهاد الفطائر، دونك فطائر ما بين الملاوي والمسمن. نتمنى دونك تشوفوا الفيديو حتى الاخر وتتبعوها. سمحوا لي انا قبل ما ندير لكم هذا الفيديو ما قدرتش نصبر على هذه الفطائر، كليت دابور منهم يشهي وشهو بنين بزاف. دونك والله غير ما كملتش هذا المقطع حتى انا دابور كليت منهم. دونك بصح باش تشجعوني ما تنساونيش في اللايكات والتعليقات، والجدد ما تنساوش المشاركه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد تاعي. نبداو على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالك وتعطيو هاد الوصفة بنينة بزاف وسهلة. نبداو الوصفة بسم الله. هنا درت 3 حبات تاع بصل، رحيتهم مليح دونك بالغوبو ولا بلاغاب. ندير هنا 2 مغارف ولا 3 مغارف تاع الزيت، نخليهم يتقلاو. بعد ما تقلى لي شويه ودبل شويه واش نديرو؟ دونك هنا عندي حبه تاع زروديا ولا جزر، حكيتها بلاغه بهذيك رقيقه مليح دونك باش ما تبدلنيش في لافارس. هكذا نخليوها تتقلى ونفوتو التتبيل. دونك هنا عندي ملح على حسب الذوق، عندي شويه تاع الزنجبيل ملح صحي دونك مغذي بزاف، شويه تاع ثوم مرحي، شويه تاع كركم، وشويه تاع قزبر. نتوما تقدروا ديروا النكهات اللي تحبوا ولا التوابل اللي تحبوا. هكذا نخليوها تطيب على غرضها. نجوا هنا العجينه تاعنا. عندي هنا رطل تاع الفارينه ولا دقيق الابيض ولا طحين الابيض. درت هنا 2 مغارف ونص تاع زيت المائده ولا زيت نباتيه. ندير شويه تاع الملح على حسب الذوق، ونزيد ندير هكذا ربع مغرفه تاع الاكله خميره الخبز، ليها شويه تاع السكر. نضيف عليها كاس هذا تاع الماء يكون فاتر، نخلط بالعقل. نبدا في الكاس الثاني حتى نتحصل على عجينه تكون رطبه كيما عجينه المسمن. هذا يجي كيما المحاجب بصح ماشي بالسميد، بالفارينه ميم برينسيب. بعد ما درت لها الماء دونك نجيب نخلط هكذا، ما نعجنش، نخلط برك هذوك المواد باش يدخلوا في بعضهم. بعد نخليوها ترتاح. ديك بعد ما خلطتها كامل شوفوا القوام تاعها، نخليوها دونك نرجعوها للغيسيبيون هذاك ونخليوها ترتاح شويه ونكملوا لافارس تاعنا نطيبوها بالكامل. هذاك البصل وهذاك هذيك زروديا ولا ديك الجزر ودخل طيب. هنا درت له دونك حبه طوماطيش رابيتها دونك طماطم، ونزيد لها شويه تاع طوماطيش مصبره. عندك طوماطيش اللي كنت درتها ديجا معاكم تلقاو رابط تاعها في صندوق الوصف. ريحه لاباط تاعنا دونك خليتها واحد نص ساعه ريحت، حكمتها ودرتها هكذا كويرات صغار. هكذا جبت لافارس تاعي كانت خلاص طابت. هنا درت شويه تاع الجبن المبشور فرماج غابي. نجيب هنا بواطه تاع الطون الطوماط، طونا بالطماطم. حبيتو ديرو طونا بالزيت ديروها، اللي حبيتو تستغناو عليها كومبليتوم تستغناو عليها. ميم الفخوماج تقدروا تستغناو عليه، يخرجكم لافارس كيما لافارس تاع المحاجب. مي هنا لافارس نتوما ديروا واش حبيتو، تقدروا ميم تضيفوا لها لحم مفروم ولا دجاج مفروم ولا ديكرومي مفروم. كل وحده واش عندها واش تقدر في مقدورها دير. دونك انا هنا اخترت هاد الحشوه تكون اقتصاديه
او ميم طون مغذيه، دونك بواطه تاع الطون ارخص من الدجاج ولا اللحم. ميم الخضار اللي حبيتو ديرو خضار واحد اخرين ديروه، تقدروا ديرو تدخلوا باغ اكزومبل القرع ولا لا كورجيت ولا الكوسه على بلاصه تاع في مكان الجزر ولا زروديه. تقدروا ديروا الفلفل الالوان، تقدروا ديروا واش حبيتوا. دونك اللي بياكلوا الحار تاعنا تقدروا ديروا الحار. دونك واش نديروا، نخليه تجيه، نجيب لاباط تاعي تاع الزيت هاوليك نمشي فيه هذيك لاباط، ندير القريصات. دونك لاباط تجي مليحه تمشي لكم بالخف. مشيتها كامل، نجيب هذيك الفاص هذيك الحشوه نايطاليها كامل على لاباط تاعنا ولا العجينه تاعنا. ما نوصلوش للحواف باش ما تخرجناش الحشوه من برا. نبداو نلوو فيهم ولا ندورو هكذا. نديرهم هكذا ولا ندوروهم. نخليوها ترتاح هكذا ونكملو كامل الكمية. بعد ما كملتهم كامل ولويتهم كامل واش ندير، نروح نوجد السنيوة تاعي ولا مقلاة، كل واحد فاش يحب يطيب. تقدروا ميم ديروهم في الفوق، انا راح ندير شوية نديرهم فوق الطاجين. دونك ونعاودو نولو لهادو، دونك نابلاتيوهم بالوحدة. نبداو من الاولانية، دونك جبت الاولانية ابلاتي هكذا ونعمز عليها، ديرها على شكل قريصه هكذا ولا فطيره، ونديرها طيب فوق الطاجين ولا فوق السنيوه. نديرو هكذا شويه تاع الزيت وشويه فوق هذيك الفطيره، نجيبوها هكذا. نخليوها طيب، نزيدو الاخرين. راني زدت الثانيه هنا ونزيد الثالثه هنا ونبدا نقلب فيهم. نبدا نقلب الاولى، دونك مليحه هكذا في سنيوه. علاه؟ باسكو تديرو تقدروا ديروا الى سنيوه تاعكم ولا طاجين تاعكم كبير، تقدروا ديروا ثلاثه ولا اربعه حبات يطيبوا على لا خطره. كي تكونوا في المقله، المقله صغيره، دونك تدي وحده وحده تشد لكم بزاف الوقت. هكذا ديروا، تقدروا ديروا بزاف على خطره. هامليك دونك الفطائر تاعنا بعد ما طابوا، شوفوا جاو هايلين، مازالهم سخونين ما نقدرش نتوشيهم. دونك نسيي نقطع لكم وحده سخونه، شوفوا يجو الريحه تاعها تهبل. هامليك شوفوا القوام مليح، الرائحه مليحه بزاف بيان سور على حساب الحشو، مي لاباط تاعها جات هايله. شوفوا نتمنى دونك تكون عجبتكم هاد الوصفه، نتمنى فريمون تجربوها باسكو تجي شغل لاباط فيتي داخل دونك مورقه دونك كيما الملوي، او ميم طون هي ما بين الملوي والمحاجب بصح بالفرينه. نتمنى تعاودوها وتجربوها. تقوم بلعنة الله والصلاه والسلام على رسول الله.